نبتدي بقى مع حضراتكم بجولة النهاردة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. جولته في محطة كهرباء العين السخنة بالسويس بتكلفة 2 مليار جنيه، وهتنتج هذه المحطة إن شاء الله 1300 ميجا في الساعة، وهتكون إضافة للشبكة الرئيسية لكهرباء مصر. وقال رئيس الوزراء أثناء افتتاحه لهذا المشروع أو لهذه المحطة، قال إن العامل المصري جبار ووحش في العمل، لكن لما يتم تهيئة ليه الأجواء المناسبة علشان يكون قادر على الإبداع والعمل. وزير رئيس الوزراء كان موجود معاه دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اللي أكد من ناحيته أن محطة كهرباء العين السخنة بتعتبر المحطة الأولى في مصر في منطقة الشرق الأوسط اللي شغالة بنظام الضغوط فوق الحرجة. وقال برضو إنها أول محطة كهرباء بيتم تصميمها طبقا للكود الدولي للمباني. هنحاول نفهم إيه معنى هذا الكلام، لكن معانا جزء من تصريحات وزير الكهرباء أثناء افتتاح المشروع النهاردة، نتابع ده مع حضراتكم. العين السخنة محطة قدرتها 1300 ميجا. المحطة دي عبارة عن وحدتين، الوحدتين كل واحدة منهم قدرتها 650 ميجا. المحطة ابتدت العمل فيها من فترة من الزمن، أكثر من 5 سنوات. حصلت شوية مشاكل أثناء التنفيذ من ما كان يحدث في مصر في السنوات السابقة، لكن الحمد لله ربنا وفقنا في النهاية إن احنا وصلنا إلى تشغيل التجاري للمحطة. تبينا في الرقم الاثنين اشتغلت تشغيل تجاري في شهر يوليو أظن 7/4 السنة دي، وعشان كده قلنا إن احنا نأخذ الفرصة دي ونقوم بافتتاح المحطة ونتكلم نبذة على قطاع الكهرباء بصفة عامة. سيادة الرئيس قال الكهرباء مشكلة أمن قومي، يعني لا نستطيع أن نمر في الصيف القادم ده بنفس الظروف اللي احنا مرينا بيها في فترة الماضية.